أهلا وسهلا فيكم بقناتي طبخات الحب. إذا كنتوا أول مرة عم تشوفوا قناتي، اعملوا لي اشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم رح نساوي مسقعة، يلا نبلش فيها وتشوف شلون الطريقة. هلأ رح نقشر الباذنجانات ونملحهم ونحطهم بالفرن، نشويهم شوي، ما بدي قلي قلي عشان صحي اكتر. بنقصها هيك تنتين لانها كبيرة كتير، نساويها هيك سميكة لانه بالشوي اذا كانت رقيقة بترق كتير وبتنشف، هيك لازم مو اقل من هيك. هاي الباذنجانات قشرناهم وقطعناهم، رح نملحهم هلأ، نرش عليهم ملح منيح، بعدين بنصفهم بالصينية للشوي. عشان ياكلوا ملحهم منيح. يعني انا ما خليت كل القشر، خليت شوي قشر يعطيهم منظر حلو مفيد كمان، كله حديد. هلا رح نصف الباذنجان وندهنه زيت عشان ما ينشف بالفرن. هلا هيك زيت بلدي ندهنه ونحطه بالفرن على درجة حرارة 200 عشان بسرعة يصير ما ينشف، يضل بلا مي، يضل طري، مشوي وطري. هلا كمان رح نقلبه على الوجه الثاني. كمان رح ندهنه زيت، بيطلع مثل القلي بس لا قلينا ولا غد زيت قلي. هذا بيكون هيك صحي كتير، بيقدر كل يوم الواحد يساوي هيك قصص بدون قلي، ما بيتضرر منه ابدا. لما اخدها على الفرن على درجة حرارة 200 بدها شي يعني تلت ساعة. هلا رح نحضر الحشوة ونحشيهم. حطينا شوية زبدة وزيت زيتون عشان الأكل كله يكون صحي. هاي بصلتين وسط نقليهم، قطعين ناعمين، وسط تقطيعتهم يعني مو ناعمين ولا سخنين. هلا عنا كمان قرن فليفلة حطيناها هون، بدها وقت لتدبل شوي. هون 400 جرام لحمة كمان ناعمة، مسقعة باللحمة هاي. حط معلقة ملح وربع معلقة فلفل أسود عشان ما يعطي حدودية.
هلا اللحمة صارت، نحطها تحتها نشفة ميتها، نكمل شغلنا كمان. هلا شوينا الباذنجان، شايفين ما احلى طلع، لا علينا بالزيت، كتير ظريف. عالرف الفوقاني طبعا درجة الحرارة 250، عشان يصيروا بسرعة وما ينشفوا. راح نحط شوية بندورة، انا عندي بندورة مطبوخة، كان عندي بندورة حمرة كتير عشان ما تخرب، عملتها بالخلاط وطبختها. فيك تقشريها وبعدين تخلطيها بالخلاط وتطبخيها تغليها، فيك تعمليها بقشرتها كمان، انا عملتها بقشرتها ما بهم. هلا بنلف الباذنجان بهالطريقة، حط اللحمة هيك، مبين عليكم. هاي مسقعت باذنجان باللحمة والباذنجان مشوي مثل المقلي طالع. هاي الصينية جاهزة، ما اخذت كل اللحمة، ضل نص اللحمة، يعني 200 جرام بكفي. هلا رح نرجع نحط عليها بندورة، هاي بتتاكل بالخبزة او جنب رز كمان بصير. هلا رح نحط عليها كمان شغلة ظريفة وطيبة كتير، حط عليها هيك شرحات، شرحات جبنة، بيعطيها طعمة طيبة كتير ومنظر حلو. هلا رح نحطها بالفرن بس لهيك تاخد الطعمات كلها مع بعضها، ونحمر وشها شوي وتكون جاهزة. هاي الصينية جاهزة طلعت من الفرن، رح نحط شوية اوريجانو عالجبنة بس، كتير بيعطيها طعمة طيبة ولزينة كمان. وتفضلوا شو ريحتها طيبة طالعة، كتير ريحتها ظريفة. رح نصب صحن، هاي اكلتنا جاهزة، اهلا وسهلا فيكم. واذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لنا لايك وتدعمونا بالقناة وتعملوا اشتراك كمان اذا حبيتوا القناة. شكرا كثير لكم وصحة وهنا، ان شاء الله يكون عجبكم.